حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناة الأيام الفضائية، وهذه حلقة جديدة من برنامج الوسم، أحداث والأخبار والترندات، فاصل قصير فقرة فيس تو فيس، خليكم ويانا يروح بعيد. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم، أهم الأخبار مثل ما قلنا والأحداث والترندات العربية العالمية دائما ما تكون في برنامج. أول موضوع عندنا في هذه الحلقة هو موضوع دائما ما يكون يطلع لنا فيديو، مثلا فيديو طبيعي نلقى أسد يركض بالشارع لوحده، وليش أسد يركض بالشارع لوحده مثل ما صار بالموصل بغداد، ونلقى لنا نمر لو فهد، هاي الحيوانات المختلفة، لو نلقى لنا واحد يصور عندي أسد وعندي نمر. طبعا انا جايب لكم اليوم فيديو توضيحي للعركه مالته ذهب ابو الذهب، زين لون الجاي صور باسد ونمر، هاي شرطه بغداد قلت لهم يا مواطنين اي واحد عنده اسد او نمر او حيوان مفترس تشوفوه بالشارع بلغوا علي حتى نجي. يعني هسه عندكم بالوجه ثلاث اشخاص دائما ينشرون دوله معروفين عندهم هاي الحيوانات المفترسه، روح شيل، يدعو المواطنين انه يابا مثل ما قلت لكم اي واحد يلقي حيوانات مفترسه يخابرنا نجي. خلينا نشوف الموضوع وتفاصيله في اول موضوع عندنا في فقره فيسبوك، حيث يقول او تقول شرطه بغداد تدعو للابلاغ عن كل من يتجول في شوارع العاصمة برفقة حيوانات مفترسة، لأن الكلاب مشمولة بهذا الموضوع لو لا، لأن أكو كلاب مفترسة أكو أليفة أكو لا البزازين لو لا. خلينا نشوف، يقولون بالتعليقات الناس عندك مثلا باب الريان تقول طار العراق عبارة عن تقليد، الغرب يشوفون يقلدون، يقلد الغرب يعني من مناح قلد الغرب بتربية حيوانات، الغرب يطلع ببزونة أو كلب في الشارع بس ما يطلع بأسد يفتر بي ولا يطلع بنمر ما يطلع. إبا الشمر تقول ما لها داعي سواقة زايدة منهم، وين العجيب واحد حاط أسد وياه لو وحدة شايلة كلب، مكافي الحيوانات اللي بالشارع عايزين حيواناتكم، يعني بشين الحيوانات الكلاب السائبة والقطط وغير شيء. قيل من الأخير حتى واحد يفهم. رجاء تقول لا تخافوا من الحيوانات المفترسة، خافوا من البشر المفترسة. البشر. أحمد يقول يعني النموذج اللي عنده أسد ويفتر بجي كلاس معقولة الشرطة تقدر له؟ عمي هو يذبهم بالسجن ويطبب الأسد عليهم. يلا بقى طبب الأسد عليهم، هذا أول موضوع عندنا في فقرة فيس تو فيس اللي هو موضوع الأسد والنمر والحيوانات. فرس شرطة بغداد تدعو المواطنين للإبلاغ عن أي حيوان مفترس شارع بغداد شوارع العاصمة. موضوعنا الثاني في هذه موضوع يراد لتركيز شوي، خلينا نسولف شوي بالشغل بالبيت بقعدة اصدقاء بكل شيء، يصير مدح ويصير ذم، يصير انتقاد ويصير يعني احباط، يصير شغلات دائما للشخص. اليوم جايب لكم دراسة، طبعا انا هاي الفتره
الدراسات. اكو دراسه جايب تاثر بهن وكيف براحتي، ما جو كيف، ما حد اللي دخل بيه تاثر بالدراسات. انا تقول الدراسه لا محفوظ السلامه والبقي، الاهانات تحفز نشاط الدماغ اكثر من المجاملات وتستمر مده طويله. الاهانات تحفز نشاط الدماغ اكثر من المجاملات وتستمر لمده طويله. يعني هسه منا وهيجي هينه، اي واحد يجي قبالك هينه اغلط، لا مو تغلط عليه يعني انتقده، سوي لفت شيء مو يعني لازم تسوي لفت حركه، لانه الناس قامت يعني هسه حسب هاي الدراسه الناس لازم تمشي بالاهانات حسب ما موجود. تقول تحفز الدماغ اكثر من من المجاملات، يعني بدل ما اقول لك الله انت والله خش تشتغل اقول لك هي هي المشكله ولا كلمه اقدر اطلع اي سيبندي، يلا بس سيبندي فيها مجال تطلع، اي سيبندي تشتغل عدل اهينه لازم تشتغل عدل او يتحفز دماغه للشغل. دراستي يا شاي مين جايب لنا يا عمي، رحمونه العالم حسوا بينا، خلي نشوف الموضوع وتفاصيله والتعليقات وشنو قالوا الناس على الدراسة. يقول دراسة الإهانات تحفز نشاط الدماغ أكثر من المجاملات وتستمر لمدة أطول. خلي نشوف تعليقات ناس المواطنين الحبايب. يقول حسن هادي أنتم لواته، إذا واحد قال لي عافية بالشغل بالشغل وكاتب بالشغل، إذا واحد قال لي عافية بالشغل أشيل البناية كل جنب بيتك يا منو يا هالك تشيل البناية كلها. يقول المرشد النفسي عصام يوسف، أنا مريض تعليق هذا ما أبي مريض وماخذ مسك ما تطالع الله شاهد ورقيب. التعليقات هاي ما ابي حل، اتعارك بالجو ما عندي مانع. يقول نعم صحيح الدماغ بسهوله ينسى المجامله، لكن الكلمات السخيفه او الانتقاد او الاهانات الدماغ يرفضها ويدخل في دوامه لا يهدأ لعده ايام. هذا فسر يرفض يدخل في دوامه فيبقي الدماغ حفز. اما ذا يقول له عاش تيدك يقعد يحط رجل على رجل وينام. من الاخير تعليق اخر من سامي، يعني راح استفاد من رزايل الوالد ربي يحفظه، هي راح تستفاد راح تصير اذكى عقلك راح ينفتح اكثر. حيدر يقول اكو ناس اذا ما تينا ما يجر عدل. طبعا هاي الدراسه صح قبل عرفوا الدراسه بلكت دراسه كذب وانا جاي عليها، مين عرفت هاي الدراسه صح؟ ايش دراسه كذب وانا جاي؟ طلال يقول هاي تفيد الحكومه النهار والليل يحكون علي بلكت يتحفز دماغ المسؤولين ويرحمون هذا عبد. هذا كان اخر موضوع عندنا في فقره فيس، اللي هو يعني مواضيع متعدده. راح نروح لفقره ترند يوتيوب، الفقره اللي اكثر نقاط واكثر فيديوهات. فاصل قصير وفقره ترند يوتيوب. انا حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في فقرتي. في الحلقه السابقه طلعنا فيديو لصاحب محل مجوهرات يدعى ادم للمجوهرات،
وفيديو من كاميرا المراقبة وعركة وضرب بالسكاكين، ولا هو سطو مسلح، لا هي عركة على شيء، ما نعرف. لحد ما طلع البارحة آدم نفسه بشحمة ولحمة أبو الأسد والنمر، زين، وشرح التفاصيل وكاميرات المراقبة. احنا اليوم راح نطلعكم على كل التفاصيل. قبل كل شيء هو سوى تعديل على المنشور وقال الولد من العزيز، لا ناصرية ولا صويرة، طلعوا من العزيز. اكو انه بالموضوع شلون معقول اللي جاي يسوي سطو مسلح، جاي كاشخ لابس القميص سوى التسريحة الحذاء والماء، اكو انه بالموضوع زين. اذا الناس تقول تمويه زين اوكي، اكو واحد يسوي سطو مسلح تشينه يريد يقول. هم كل زين يدرون المحل مراقب بالكاميرات، محل مسلح وبابة دورية، هسا هاي شلون واحد يحلها زين. نرجع لفرضية انه العركة، شنو عنده هذا ادم او اخو محمد حتى يجون دول الناس كلهم عشرة حتى يتعاركون؟ عشرة مو واحد ولا اثنين، عشرة زين. هسه هم لزموا نشوف التحقيقات وين راح توصل وياهم، حتى واحد يعرف راسه من رجليه. هسه انا اعرف راسي واعرف رجليه، بس الناس ما تعرف يجوز وين الصدق وين الكذب، على قولته وين الصدق من الكذب زين. مثل ما شفتوا هنا السكاكين قامت تتراجع، احنا ذاك الاسبوع شرحنا عليها ذيك الحلقه، وهنا هسه نقدر نشرح ما بيها شيء. السكاكين قامت تطلع من كل حد بين وصوب، واحد يطلعها منه واحد يطلعها منه واحد يطلعها من جيب الورا، فتح ام الياي ونشخه بيها، نشخه يعني نغزه يعني ضربه بالمصطلح الدارج الدلفي، اخاف واحد عنده استفسار. نوب لحقوهم برا والقوا القبض عليهم. عمي خلينا نشوف التعليقات احسن، خلينا نشوف الناس شنو قالت على هذا الفيديو التوضيحي. يقول احمد، يقول احمد الف الحمد لله على سلامتكم، الف الحمد لله على سلامتكم. طبعا واحنا هم بدورنا نقول الحمد لله على سلامتكم موجودين، لانه اي عمل هذا القبيل مرفوض، مرفوض رفضا قاطعا. على سلامتهم طلعوا سلامات. يقولوا شوية خففوا النعثلة لسلامتك وسلامة الشباب اللي وياك. النعثلة يقصد بيها الأسد والنمر والمدري الكيلو وين ذهب، هو هاي يقصد. حيدر الطائي يقول فشختهم مو مال خطو، أكو إن بالموضوع. والله يا حيدر اريد بيدك واريدها تبين لي، انا تعبان واريد اثاوب ونعسان ومريض، اريدها تبين لي ان وينها. ام احمد تقول الحمد لله على السلامة زين. اولا يا ريت هذا يكون بعبرة لكم، تخففون طريقتكم الاستفزازية في الاعلان، من حقك وهذا رزقك كيفما تروج، لكن يبقى هناك شباب ضايع يتحسر على الألف في نار، أكيد من يشوفكم يثير عنده الحسد والحقد والنقمة وتؤدي إلى هذا التصرف اللي صار سواء بمحلك أو محل غيرك. الله يحفظك. سهراء تقول دول اجوا يتعلمون طريقة يمك ما عندهم. ام جود تقول لين تمثيل ذاك وينه، مجرد اعلان واتفاق واضح من الدشداشة البيضة والصب احمر، انا قصدي هذا اللي
نعرف بعد الله اعلم عود نلقى الشتال ونلقى شو اسمه بالله على السلام. الفيديو الثاني والمحزن واللي يقهر الفيديو اللي في تكريت في صلاح الدين مرة جاي السوق طبت رون سايد البنزين خان رونج سايد حسب القانون ممنوع تدخلين رون سايد عليه قدام العالم ضربه عليه ينتشر الفيديو. طبعا انا عندي خبر مفرح بنهايته اعتدي عليه سوء القهر هذا الفيديو الغث هذا الفيديو اللي تعبك اللي تتمنى لو انت قاضي لو انت مسؤول هنا وتكمش هاي المخلوقة شغلة الحلوة رغم انه فلح في واجبه ويقدر يعتقلها ويقدر يعتدي عليها ويقدر يضربها ويقدر يصعدها بالسيارة بالجنطة عمل عرفوا انه هاي مرة تستمد عليها عليه فقوه هي تدفع وتعتد عليها وتضرب وهي الغلط وهي اللي جاية رونج سايد واللي تدخل تريد تدخل بالغصب شنو يعني منو بالدولة عدت كبير انتو كبيرك تروحون في دول بسطالة لهذا انتو كبيرك اللي بالدولة لاحظ الكلام اللي بين قوسين انت وكبيرك واللي يطلع وراك ترحون له في دول شنو انت تعتدين عليه قدام الناس مسيطرة انت مثلا واحد والله بالدولة لو عندك ناس بالدولة تحميك شنو هاي المناظر طبعا خبر المفرح انه تم القبض عليه بس هاي هذا الخبر اللي فرق اللي مو حلو هذا المنظر البائس اللي قدام الناس تنزلين انت مره وهو رجل انت مدنيه وهو مسلح وجندي بواجبه انت غلط وهو صح وكل ذني تجين انت اللي تكملين وتعتدين المفروض هو اللي يعتدي هو اللي يغرمك هو اللي ياخذ اسمه مو انت شوف تعليقات الناس ماذا كانت حول هذا الموضوع وماوس تقول قله تربيه واخلاق لو تستحي وتحترم نفسها ما تعمل هكذا نور الزهراء تقول معقوله تكريت امراه في الشارع ووكحه عزلت والله ونعم الوكيل مهما يكون عليها الالتزام النظام وتجنب الخطا لان امراه وهذا اللي ويوم تقول تلقاها تعرف واحد بالتالي تالية تقول تالية الظهر قوي بحيث تعتدي على رجال الأمن بكل صلافة وقلة أدب ما تخاف من أعماق غيرة مينا تقول متأكدين هذا منتسب حلته سحل وساكت هو باعي هو همزين شيء كان صار الموضوع عشائري وطلع فيديو شاهد كيف القوات الامنيه تعتدي على المواطنين ربك ما مد ايده الله اعطاه صبر وقوه وبقهي وهي تجر بالبدله مالته بالدرع مالته وتضرب ربك ما مد ايده لو ما مد ايده كان صارت لا القضيه الدنيا كان انقلبت الدنيا انقلبت كان هذا كان الفيديو الثاني طبعا هذا الخبر اللي هو القاء القبض عليها القاء القبض على امرأة هاجمت منتسبا امنيا في محافظة في محطة وقود القادسية بتكريت طبعا تم القاء القبض عليها هذه المرأة ما اعتقد هذا اللي اسمتها رئيس عرفاء فهم القوا القبض عليها
طبعا هي اللي مخلين علامة على وجهها لأنهم أريد أو الناس ما تريد صحة. الله تأخذ جزاء هل عادل الله نوضع بالمكان خصص إلها أمثال إلها والأمثال. الفيديو الثالث قبل فترة لعب على انه اكو محافظ لا مو محافظ ابو مازن يحلف وزير الصناعة على كتاب الله على القرآن انه تبقى انت يعني ولائك الي وتبقى انت اطيعني تبقى انت ايش شو اقول لك تسوي؟ تاع فيديو الدنيا طبعا هو وزير الصناعه قوته معه وكيل وزير الصناعه الحالي حقق بملفات فساد هسه ما ادري تابع لنفس الفيديو للوزير السابق لو للوزير الحالي ما نعرف المن لمجرد انه حقق بملفات فساد تدين اشخاص بالوزاره هكذا حصل لمنزله وكيل الوزير مجرد ان حقق بملفات فساد لا على ما نصب يعني تهديد بين قوسين ولك هذا اللي هذا الفيديو هو دائما ما نطالب دولة طالب كان طالب جهات تتحقق من موضوع صار عادي لك عشيرة يا وكيل أمهم أرقام تجارتهم طالب بتحقيق وهذا احنا مو دولة عدالة حتى فينا تحقيق هذا كل ما في الأمر دولة مو دولة قانون لمجرد انه حقق بملف فساد هكذا حصل لمثله الله ما استطعتم من المدراء المدراء العامين يكون في التعليقات ماذا كانت حول هذا الفيديو يقول هاشم لا تخافون اطمئنوا القضاء راح ياخذ حقه ايه ياخذ حقه راح ياخذ حقه كامل مكمل هاشي ابو رياض يقول همزي المدراجه كان كفروا اهل الدراجات همزي المدراجه دراجه يعني ما تدي الفري تعرفون جماعة الدليل عازم جاب شايل ما شاء الله أبو أركان يقول عصابات بيناتهم نصبي عصابات أدمان عصابات بيناتهم محمد يقول ها ها وفتح ملف هو فتح ملف هم قال بسمار الرمانة طريق عادل صالح يقول وين الصناعة هي خلينا تلغوا هذا الوزير هذا كان الفيديو الثالث
أتمنى يعني إنه كملاحقة خاص بعد ما الفيديو الرابع هو فيديو من محافظة واسط جامعة واسط، مجموعة من الحيوانات الأبقار والفايتة بالجامعة طالع. خلينا نشوف مثل ما شفت صار بالجامعة نزهة تاخذ لها فرة ما أعرف جامعة لا تقول مثلا دوام اكل، لا تقول فارغه متروكه، جامعه من جامعه بها اخوان اخراج بها طلاب وبها ترى بصراحه مو واحد يجمل ترى مو حلو، ما نقدر نجمل ترى مو حلو، هذا كل ما في الامر ليش نبقى نكمل؟ على اساس هاي المناظر يعني شوف التعليقات بلكت واحد عنده نجدة عن الموضوع فهم الدور يقول جامعة واسط صرح المرموق ووجود الأبقار لا ينال من شرف الرصانة إلا لغرض السخرية ولا يجوز السخرية والاستهانة في الأبقار والجواميل صانعة ومقدسة لدى أكثر من دار كان في العالم الحليب سر بقاء الأطفال وجعي رحيل أبي ما يندل الأقسام طنطن فقصدك موضوع هم كلنا فاهمين فقصدك. حمزة يقول أرجو الكوف تعليقي خلي لايك خلي لايك يلا خلينا لايك. يقول هذه الأبقار ترعى بالقرب من جامعة واسط وليست داخل الجامعة وهذا أمر طبيعي طبيعيا كونها تقع بالقرب من نهر دجلة ولا دخل للجامعة بها ولا يمكن أبدا دخول هذه الحيوانات إلى الحرم الجامعي ماكم تضليلا للرأي العام. يا حبيبي هسه احنا تعاشت ايدك وضحت لنا بس تضليل للرأي العام انه هذا باب كان باب مال باب مال القسم هذا وهنا في الحديقة شلون يصير التضليل. تيم يقول الأبقار هالأيام طاقة كلها قصور وبرلمانات وجامعات. حسين يقول هاي مو أبقار هاي مكائن تقليم التيل الحديث قصدك طبوية حتى يقلمون البين لو شنو. أمنيات راحل تقول ليش ترحون الحديقة الحيوانات يجيبوهن لكم ليش عاش تردوني ما جايبين لهم يعني أسد والنمر والسوالف الباقية يعني حتى جايب لهم أبقار مجموعة أبقار. طبعا المشاهدين الكرام فقرة رند عندنا فقرة تويتات عندنا موضوع مهم راح نتناوله بعد الفاصل فاصل قصير وفقرة تويت أنا طبيعي. حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام أنا هاي الفقرة عندنا بيها مواضيع وهاشتاقات يعني هاشتاق مهم جدا طلع على ساحة اللي مثل ما تعرفون هاي الأيام هي أيام زيارة أبا عبد الله على الأربعينين في كربلاء المقدسة والناس تمشي وتروح ويجون من غير دول ويجون كل أنحاء العالم. هذا الهاشتاج انتشر بصورة كبيرة جدا. خلينا نشوف تفاصيل الهاشتاج شنو كانت
ابرز التغريدات. الهاشتاج هو هلا زوار الحسين. كتب زوار الحسين. الهاشتاج مثل ما قلت لك. لانه صارت اكو شغلات شد كذب من بعض الناس. تقول مروة رفت الرايات هلا بزوار ابو علي. هلا زوار عمار يقول هلا بزوار الحسين الوحيد الذي منع الزيارة هم البعثية والوهابية ولعنهم لعنهم الله في لعنته الدائمة. طبعا هم هذا اللي عباس يقول كل من يؤدي دائر زوار الحسين ولو بحرف واحد يعلم ان خصيمه في الدنيا والآخرة هو أبا الفتح عباس سلام الله عليه لبزوار. طبعا هو موضوع هو ماكو أذية. اكو ناس تطلع لك بين فترة واخرى يقول لك ها والله الحدود سدها ها والله زيارة أبو عبد الله الحسين يجون لها زوار من كل أنحاء العالم. إذا نحكي على دول المنطقة يجون من الكويت، إيران، من سوريا، من البحرين، من السعودية. إذا نحكي على من قارة آسيا يجون من باكستان، ما أدري أفغانستان، ما أعرف يا دول. ويجون من هواي دول. ويجون الناس اللي العراقيين اللي عايشين برا العراق من أمريكا، بريطانيا، كندا، ألمانيا، من هولندا، من إسبانيا، من كل الدول يكون زوار زيارة الأربعين. مرات يطلع لك واحد والله الحدود، والله أنت تريد تسد الحدود على بلد وبلد لا، ثم إنه هذول الزوار اللي جايين من إيران هم جايين لزيارة الحسن والحسن الجميع. نقطة الصدق بين الجميع. طبعا الهاشتاجات هي مستمره حتى دائما يعني القاها موجوده. في نفس الوقت ما انا جاي احكي نلقى ايضا هاشتاج وصوره كبيره. امير فيصل يقول وكيف لا نخدم بلد قاسم سليماني الذي ضحى بنفسه من اجل بقاء هذه الزياره العظيمه. مهما فعل اعلام العدو لتسقيط او افشال هذه الزياره فلن يفلحوا ابدا. يدخلوها بسلام امنين. بنت الحشد تقول قلوبنا قبل بيوتنا مفتوحه لزوار سيد الشهداء. داميه هلا بكم هلا زوار. جواد يقول جواد الخفاجي امامكم الحسين عليه السلام غيور امامكم غيور على ضيوفه لا تجرحوا قلبه بالاساءة لهم. لقد ملأ الشوق قلوبهم لزيارته انهم امانة الامام الحسين عليه السلام في اعناقنا. هلا بزوار الحسين. طبعا خلي قد ما الناس تحكي سوى هاشتاج قرد فيسبوك اهل كربلاء مواكب لو يجي اسرائيل الامام بالواجب خلاص يجيهم عدو امريكي اسرائيل هاي الزيارة جاي لغرض الزيارة. هاي نقطة البعض. تغريدة من ميرلا بين قوسين فاطمة تقول ضريح الإمام الحسين يستقبل والمسيحي والإيراني والبحريني والأجنبي وكل زائر محب لآل البيت عليهم السلام. هلا بزوار الحسين. طبعا تقبل من كل ما العالم
وال ماركينج. هسه طب يعني اهل البصره بدوا المواكب بدوا صوب، اهل بغداد راحوا بمواكب، محافظات البقر راحوا بمواكب. ايام قليله ترى الاربعينيات ترى اللي اكبر حشد بشري عالم، ماكو حشد بشري يفوق هذا العدد، اكثر من 20 أو 25 مليون بشر زائر في كربلاء في الاربعين، في زيارة الاربعين زيارة كبيرة، يعني ماكو حشد بشري ممكن يكون قدها. آيات الرحمن تقول عندما يعبر المسافر إلى حدود العراق يسمى زائر الحسين عليه السلام ولا يذكر اسم دولته، فإياكم ومحاربة زوار الإمام الحسين عليه السلام بالأيدي أو بالألسن، وأنتم تقولون إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. هلا بزوار الحسين طبعا ما حد يقدر يمد ايده ولا حد يقدر يفتح حلقه ولا حد يقدر يسوي اي شيء ممكن تشوفوه، هاي مجرد انه اصوات نشاز تجي وتروح وتحكي مجرد فقط في الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي. مشاهدينا الكرام، هذه كانت اخبارنا ومواضيعنا في حلقتنا لهذا اليوم. مثل ما شفتوا هي مواضيع تخص تمناها بالزيارة الأربعينية والهاشتاج، وأيضا في فقرة ترند تيوب والفيديوهات اللي طلعت، هذا اللي يوضح هذا الامرأة اللي تعتدي على رجل أمن، وأيضا الأخبار في فيس تو فيس. مشاهدينا الكرام، حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة، أقول لكم في أمان الله.